اولا هو توزيع قفف رمضان اللي راح تخصص رئيس الجمهوريه تقريبا مليون لكل مواطن معوز، هذا فيما يخص المعوزين. وستكون ايضا تتواصل العمليه ان شاء الله في الايام المقبله في ايام في رمضان بين ان شاء الله. شكرا. القافله هذه موجهه الى بدو الرحل على مستوى بلديتي ولايه بورتباجي بطال، هي تتكون من 1545 قفه ستقوم اليوم سنقوم كمرحله اولى اليوم بتوزيع الشاحنات الكيميائية بقدر 240 قفه وشاحنه واحده تقريبا لبرج مقطار اللي فيها تقريبا 90 قفه. هذه العمليه ستكون متواصله الى حين يعني هذه العمليه جاءت تندرج في اطار يعني تحذيرات ايضا من شهر رمضان المعظم اللي راهو على الابواب في الايام المقبله ان شاء الله. ان شاء الله خلال شهر رمضان راح تكون Thank you.